بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبنائي الأعزاء طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة دار الثقافة الأهلية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة لغتي والتقويم التجميعي للوحدة الثامنة. أولا، أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية. أولا، نقرأ الجمل. 1. شكرا لك أيها العصفور اللطيف. 2. فكر العصفور في طريقة يسعد بها الشجرة. 3. العصفور لطيف. أولا، في الجدول مطلوب كلمات بها تضعيف وكلمات بها تنوين فتح وكسر وضم. التضعيف أي الشدة، يعني كلمة اللطيف وهي لام شمسية، كلمة فكر فكر حرف مشدد يقرأ مرتان ويكتب مرة واحدة. تضعيف أيضا كلمة الشجرة الشجرة. التنوين كلمة شكرا لطيف طريقة. ثانيا، أكمل الجمل بكلمات من الجمل الآتية. أكمل الجدول بكلمات من الجمل الآتية. علمت الأسرة بدخول شهر رمضان ففرحت. استيقظ فواز وتناول وجبة السحور مع أسرته. أولا، كلمات آل القمرية. ثانيا، كلمات آل الشمسية. ثالثا، كلمات منتهية بتاء مفتوحة. رابعا، كلمات منتهية بتاء مربوطة. أولا، آل القمرية. كلمة الأسرة. لام الشمسية، السحور. التاء المفتوحة، كلمة علمت ففرحت. التاء المربوطة، الأسرة، وجبة. ثالثا، اكتب العبارة الآتية مضبوطة بالشكل إملاء منسوخ. قال الأب في العام القادم ستكبر إن شاء الله وتصوم معنا. أبنائي، يجب أن تلاحظ أن ترتكز كتابتك على الخط الأساسي الخط البرتقالي وتنتهي عند الخط الوهمي في حرف الياء والميم والراء والنون والواو. رابعا، ألاحظ الجملتين الآتيتين ثم أكتبهما في دفتري المنزلي مع والدي. مبارك يا نورة. الجملة الثانية، تجمع الأطفال في الحديقة. إلى هنا أبنائي الأعزاء ينتهي درسنا، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.